누가 아직도 맞아. صعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا صعب كلمة تفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما عاد فيك آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشجي غدار غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشجي وبضيع حب سنين بضيع حب سنين شو بيشبهك تشرين قلبي معذب لكن بعده على حبك صادق بوعده بيعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي الله يسهلك بتضلي بقلبي محلك لكن لازم ارجع اقلك شو بيشبهك تشرين غدار شو بيشبهك Shri